الصحافه على قبل واحد الاخ ديالنا مدينا الرزق ديالنا ورزق الوالد ديالي الله يرحمه ومخلينا مشردين في الزنقه، وانا قد هكا خدامه غير في قهوه، ولي كنقول لي انا بنت الجمعه وتكتزيزات بلا ما نسمي كيقولوا لي لا بالمستحيل، وحامله الكنيه ديالو ونكرنا ومنكر. واش نقول لك اخويا شي حوايج واخا نقول لك ما غتفهمهمش. اللي شر انا شردني عندي 13 عام باش مات با في 99، خرجني الزنقه يبيتني في الزنقه. شي عذاب دوزو عليا غير من با. هو عنده ثلاثه دريات، هو اللي دري، انا امي والده ثلاثه دراري وانا دريه. الوقت اللي مات الوالد ديالي دار بجدي، جدي راجل كبير شبلي، جدي ما عارف والو ما قاري ما والو، يعني جدي حتى ديك الاملاك اللي كاتب لي جدي منين جاوك جدي كان خدام غير في البلديه. هذوك الشيء ديال با كان كيبيع المخدرات بيه باش دار الديور، ودار فيها ديك الفيرما اللي في الجمعه في دالات اللي شاده دابا السي محمد، والديور اللي في الحزام، والديور اللي في درب مولاي الشريف، والاراضي اللي في العروبيه. واخا زعما هاد الاخ ديالكم ما يكون زعما باكم في الحياه كتب ليه؟ لا لا ما لا با لا ما يكتبش لي. با كان خايف لي داك الشيء يديه المخزن. جدي قال لي كتب لي، كتعرف الناس ديال بكري كتب لي. الوقت اللي مات الوالد ديالي انا قبل جدي، انا نضهت السي محمد اللي في جمعه في دالات ولا جالس مع جدي في العروبيه، خرج من المدرسه ما كان كيكسام ما كيعلام، كانوا غير يعني عادي. ولا السيد باش مات جدي ولا كيتصرف بفلوس كيتصرف بكل شيء، ولا قطع يده من رحمه الله. كتجي عنده كتقولي لي السي محمد عطينا اخويا انا راه حشومه تشرت في الزنقه، اش بغيتي اخويا تصيفطني للحبس، اش بغيتي دير لي اخويا انا راه مراه، شحال قدي غنبقى ندور في الشارع، شحال قدي غنبقى ندور في الزنقه، عطينا رزقنا، حنا ما طالبين منك والو السي محمد، حنا بغير غير رزق بوانا، حنا ما باغيين منك والو. انا عيش في ديور الكره. شحال انتم ديال الخوت؟ حنا اربعه. 8 دابا حنا اربعه، جوج مصيفطهم للحبس، كيجي كيعطيهم فلوس كياكل لهم دماغهم باش يجيبوا الحشيش، يبيعوا الحشيش يمشيو للحبس، تبقى لي هو الدار خاويه، يجي يلقاه زاد طاج داخل لي كاري، دخل لي كاري يجي ينوض عاوتاني مع صداع باش يشوف عاوتاني حكر عليه وكيوصلوا معاه المشاكل وهادي، كيقول لي صافي كيجي عاوتاني يعطيهم شويه الفلوس. ولكن حنا انا واد مصطفى راه حنا اللي واكلين الدق، راه حنا اللي مليوحين الشارع، حنا راه من نهارنا حدا طارود الزبل. واخا بالنسبه لهذا الارث اللي كتهضروا عليه وهذا الشيء ديال باكم، عندكم شي وثائق؟ عندنا وثائق، عندنا وثائق، عندنا كل شيء، عندنا كل شيء. خاش هو رانا صبع حتى لا واحد، خويا كبير كيعيش في الصحراء، مدي لي دارو، مدي لي فلوس، وراه معاه دابا في المحاكم، وهو فما كنمشيو الباب اللي كنمشيو كيتسد في وجهنا، خاش هو عنده الفلوس كيمشي كيسبق، كيقدر ما يحضرش معاك، يصيفط غير محامي. انا ما افتخرتش واش غنمشي غندير محامي ولا غنتقاد انا مع السي محمد. انا السي محمد كنقول لي من هذا المنبر تفاهم معانا، حنا راه خوتك. هذاك الشيء راه الطريق اللي دات با ودات جدي، غديك انت وغديني تا انا وغدي تا هذا مصطفى، باش تعيط شي على علم امي وجاب دابا الزوطه ومردعاك وبحال ولدها وبركتي عليها. داخلين هاجمين عليا، حسبي الله ونعم الوكيل. فك السي محمد امك تسمى مرت با، مرت با، حسبي الله بك السي محمد. انت ما راه عيتي لا للدم لا للطعام لا للوالو، شردتينا وشردتينا في الزنقه وانا اختك مرا. انا خوتو الاخرين شنو داير معاهم؟ خوتو الاخرين عندهم الدريات، عطيهم بيوت الدريات، خواش الدريات اللي هما خواشاتو من الام وحده وحده ساكنه في المشروع مع راجلها، عطيها بيت عندها مع عشر اربعه البنات ولا مع خمسه. اختو الاخرى كريمه كاري ليها في دارنا في درب مولاي الشريف، وناض باعه ناض باعه وما حضرناش وما عطاناش، قال لك حنا هذاك الشيء ديالي جهدكم سيروا ديروه، سيروا وصلوا فيما بغيتوا. وحنا واش كانت شي قانون راه الناس اللي عاونونا ناس باش ما بغوناوش نضيعوا، كيشوفوا فينا حنا دريه، اغلبيه كنبقى فيهم انا انت خويا وما رحمتينيش، حاسك البشر تال خويا اللي فاتشي ديال الانتخابات وجمعة بدالات كلها كتعرفك، والجمعة كاملة كتقول لك سير انت راه واكر غير عرق ديال خواتاتك ايسيمات،
وخص انا زينب وخص انا زينب شردني خلاني اللي شفت شي حوايج اللي ما عمرني شفتهم في حياتي. انا عمر اتزوجت وطلقت، هو السبب هو السبب. كان كيبيتني في الزنقه عندي 13 عام، اللي خلاني نضرب لحمي، خلاني نوشم لحمي، خلاني نبات في الكوميساريات، شي حوايج شفتهم من هذيك السيد خويا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. فما كنجي كنبغي نهضر كنقول لي السي محمد انا راه مرا حشومه عطينا بيت انت السر فيه. عييت عييت كيقول لي سيري شكون اللي شكون عاقل عليك انت راك هي ما بت علي، علاش انا ما حاملهش كنيسك؟ عرفت هذيك كني اللي حامل انت حامله انا، انت فلان بن فلان، انا فلانه بنت فلانه، يعني انا ما طالبه منك والو، حنا طالبين من غير حقنا. هذا الارث اللي عند الوالد ديالك كان قبل ما يتزوج بالمرأة أخرى أو حتى تزوج بمرأة أخرى ولا عنده؟ لا هادشي كان با أنا مدوش شي ربعة العيالات كاع اللي مجوج بها. واه كتعرف الناس اللي كيتاجروا في المخدرات أي بلاصة مشى كيتزوج كيولد. هاد خويا اللي في الصحراء نيتمو عريشية، واحد خويا بلا ما نجبدوه، شي وحدات بلا ما نجبدوهم، يعني ما كتجي تهضري كيجي هادو كيعطيهم الفلوس كيسكتهم. حنا حاقرنا حنا حاقرنا بزاف. هو كان كيشتغل مع باك في هادشي ديال المخدرات؟ لا ما كانش كيشتغل ديك الساعة، هو كان كيقرا، كان باقي صغير، هو كان كيقرا كان كيقرا. هادشي تما جدي باش ولا هاد السي محمد مستغل هادشي وما بغى يدير معانا لا حل لا والو. سيري راك في الشارع، سيري دبر راسك جهدك ديري، ولا تبقاي دوري الحبس راه غنصيفطك ليه. بحال كبيت نيت قلت لك 3 ايام في الجمعات في دالات، كانت واحد الموت وانا خدامه في قهوه وعندنا الميناج مثلا حتى 12 اون زيد ليل، عيط للطاكسي كورسا جا باش يديني الجمعات في دالات باش نجيب الساروت. خرج جابني الطاكسي، خرجنا تلاقينا مع الجندارم، واش هو اللي مصيفطهم الله اعلم، تصادحنا مع الجندارم الله اعلم، وقفونا باش شافوا الكنيه ديالي. عيطوا لي قالوا لي واحد البنت واش اختك؟ قال لهم لا ماشي اختي، بيت الكلبه. واش كانت عندك شي ساروس؟ لا ما كانتش. باش الجندارم عرفوا راني كان عندهم، كانت موش ولا شناهو، عرفوني فعلا راني مشيت ناخذ الساروس ولا بحال شي قريت قدامه، وكان هو كيلعب بفلوس بفلوسنا. يعني لا جيتي انا غنعطي 10000 درهم، يقدر هو يعطي 20000 درهم 30000 درهم، ما تبان لي. هادشي اللي كاين اخويا. واخا النداء ديالكم شنو هو؟ النداء حنا بغينا يعطينا حقنا، انا عييت بالتشراد. دابا اللي كيسمع لك دابا هو انا بغيتك السي محمد تعطيني حقي، انا السي محمد عييت من بيع في لحمي، علاش بخلني نرزق وانت كديه لينا عيناني بيناني، كتخسروا على البراني، خسروا عليا انا اللي خسرك، انا اللي نازله كنيسك، وانا اللي دريه، كون كانت فك الرجوله وغرام ديال الرجوله، ومن هذا المنبر، ومن هذا المنبر. راه الطريق اللي دات با ودات جدي راه غديك انت، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا كنما انت شردتينا وخليتينا وبزاف ورجع كنا راس ورجعتينا رجلين باش مات الوالد ديالنا، وشردتيني في الزنقه وانا مراه ما عمرني غنسمح لك. ونزيت بزاف البليه في طريقك، كتجي كتخرجني مع الربعة الصباح، كنتي انت كطمع فيا انا زينب نجي باش نعطيك انت هذيك 20 درهم باش تمشي كنتي كتقرا في المستقبل. ديك الساعه باقا ما عندك حتى ريال، نسيتي انت هذا الشيء باش وليت انا خصك. عندي 34 عام ومشردني في الزنقه، باغا تصيفطني للحبس، نزيت بليا، وانت قداش عليك قداش عليك باش كتركب في طلوبينتك وكدوز كتفلعس في الجمعات في دالات، وكيشوفوني انا اختك اللي نازله كنيسك وخدامه في قهوه، كنت قهوه ديال الحشيش كنسرب لي سوا اللي ما يسواش. قداش عليك السي محمد؟ راه اليوم الدنيا وغدا اخره، عطينا رزقنا، راه عينا من الجلويق وعينا من الجلويق ديال الليل وعينا من بزاف. حسبي الله ونعم الوكيل. راه كيما ضيعتيني انا خصك ومشردني الزنقه وحياتي دازت السعادات في الكوميساريات في حباسات، راه ما نسمحش لك، راه ما نسمحش لك، راه اليوم دنيا وغدا اخره.